البناء العصبي اللي من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الباقي كله جديد، وعندكم البير الداخلي وهنا الان هذا اللي تحت في الارض المبنى هو الاساسي وهذا كله جديد. يعني هنا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه حجرة تقريبا هذا المصلى. تفضل ابوي خذ راحتك يا مرحبا اهلا وسهلا فيك الله يحييك يلا تفضل. حبيت الزي تبعان بيربل بنفسجي. هذا جبل احد اللي قدامنا الان، طول الجبل 7000 متر، ارتفاع الجبل عن سطح الان سطح الارض 1070 متر. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من حضر جنازه حتى تغسل وتكفل ويصلى عليها فله قيراط من الاجر، ومن حضر جنازه حتى تغسل وتكفل ويصلى عليها وتدفن فله قيراطين من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل جبل عظيم. في حديث آخر مثل جبل أحد جنازة تعدل هذا القيراط زي جبل أحد زي جبل أحد. طول الجبل 7000 متر، ارتفاعه 1070 متر، قدره العلماء ب 45 مليار طن. هذا الجبل اللي هنا على اليمين الصغير كان اسمه جبل عينين، الجبل الصغير اسمه هذا هذا الجبل الصغير اللي هنا كان اسمه جبل عينين، سمي بعينين لان كانت تنضح منه عينين من الماء. الرسول عليه الصلاه والسلام وضع 50 شمس فوق هذا الجبل، امرهم ان لا يغادروا هذا المكان سواء انتصروا او كان ياخذ منها ماء بالدرع. وفاطمه رضي الله عنها تغسل الرسول عليه الصلاه والسلام، وسميت بمهاريس الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يا جماعه قال قصص قشعرت لي بدني. اشارت لي بدري حرفيا، بس كنت مندمجه لدرجه اني نسيت اصور عليها. يعني الملائكه في سطح المدينه. هذا الجبل اللي على القصر هناك اسمه جبل البرص. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما من بلد الا ويطأها الدجال الا مكه والمدينه، وما من نقب يعني ما في حد من حدودها الا وعليها الملائكه صفينه تحرسها. فبالمدينه صفخه ترجف المدينه ثلاث رجفات يخرج منها اليه كل منافق او كافر. يعني هذاك المكان هو حد المسيح الدجال ما يدخل المدينة، لأن المدينة محروسة من الملائكة. ومكة ومكة الحرم بس صح؟ مكة كلها مكة كاملة.